احنا اليوم جايين باش نقولوا اللي المهندسين صامدين وما هماش راجعين ومش مسلمين. المهندسين هما وراء عمادتهم والعمادة وراهم ومش مسلمين في المطالب نتاعهم. احنا ما عندناش مطلب كبير ياسر، مطلبنا هو منحة خصوصية اللي هي للحد من الهجرة، أقرها مجلس الأمن القومي في 5 أكتوبر 2018 برئاسة المرحوم باجي قايد سبسي الله يرحمه وينعمه بجنة. والمنحة هذه تم الاتفاق عليها في اتفاقية 5 سبتمبر 2019، لكن اتعطت للأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين متاع الوظيفة العمومية، وتم استثناء المهندسين متاع المؤسسات العمومية. دونك هيك علاش احنا مع الحكومة هذه طالبنا بها وتم الاتفاق عليها في ذلك، لكن مرتين السيد رئيس الحكومة يتراجع على تنفيذها، رغم أنه بدأ التنفيذ ل 93 مؤسسة في ذلك. تراجع هذا لأنه فما أطراف في وسط الحكومة هذه أنه مش عاجبها الاتفاق اللي عمله سيد رئيس الحكومة، والأطراف هذه استعملت بعض النقابيين على أساس خلاتهم يطالبوا بالنفس المطلب في الفترة بتاع التنزيل، اللي بيان سور تخلي الحكومه في وضعيه حرجه. يقول لك انا ما نجيبش نعطي للبلاد الكل منحه خصوصيه للحد من الهجره. اللي احنا تابعين هي قطاعات حيويه، مرافق عموميه اللي تمس حياه المواطن اليوميه، وهيك علاش احنا كان عندنا هاجس ما احناش مسلمين فيه، الا وهو عدم ارتهان المواطن. وكانت تحركاتنا الكل في الفترة السابقة والحالية والمستقبلية أنه لا نرتهن المواطن في حياته اليومية. الحكومة قرارها مرتهن، ما تحكمش روحها، وبالتالي هنا احنا نقول لرئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، الحكومة هذه يا تجيبوها للصواب وتنفذ القرارات متاعها، يا يلزمكم تاخذوا القرارات اللي تستوجب في ذلك. شوف احنا في الكتلة الديمقراطية من اول نهار كنا مساندين للمطالب المهندسين، وحكينا مع الحكومة والفم يقول لا والقضية ما تقضى. اما اللوم الكبير على حزام الحكومة البرلماني اللي فيه النهضة وقلب تونس وتلف كرامة، أنهم هما رئيس الحكومة تبعهم وهما باتصال به وهما ينسقوا معاه نظريا في السياسات، هما اللي نجموا يضغطوا ويقنعوه أنه يعمل خطوة إلى الوراء. الحل حسب رأيي أنه أنا قلت حتى للعمادة وقلت حتى كتب عام الحكومة، نفهمك تقول لي اليوم الوضعية المادية صعيبة، ولو أنه ملاحظة راهو مؤسسات منشآت عمومية ميزانيتهم خارجة على ميزانية الدولة، ما نبش يقول عملنا الميزانية وما نجموش نعدلوا فيها، هذه كذبة. لكن مثال شنو نفهم نوصلوا الحل أن نأجلوا نقبلوا المبدأ، أما نعملوا إشلونمون نتاع المنحة الخصوصية على عامين نصور الأساتذة يقبلوا المهندسين يقبلوا عفوا، أما أنه تسكر الباب لا تقبلهم في حوار جديد وتزيد تقصلهم من شهريهم دفعة واحدة. سؤالي يعني شبي ما قصش العوان المالية؟ ما عندهم ثلاث جماعات مقرفين، شبي ما قصش القضاة وقت اللي عندهم قرفوا شهر وقفوا مصالح العباد؟ مهندس ضد الشعب لا خوف لا رعب، مهندس ضد الشعب لا خوف لا رعب، مهندس ضد الشعب لا خوف لا رعب، مهندس ضد الشعب. إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها، فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها.